بكم من جديد في ملفنا الثاني. أثار الحكم الصادر في بغداد أمس بإعدام النائب العراقي السابق أحمد العلواني أثار غضب القوى السياسية السنية، واعتبرته مسيسا ويعرقل جهود العشائر لقتال تنظيم الدولة. وأعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ حزمة من الإجراءات لمنع انهيار الوضع في الأنبار، حيث يتقدم التنظيم ويحاصر مركز عمليات قوات الحكومة في الرمادي. نتابع التقرير. العراق يتخبط ومرحلة المالكي لم تنتهي. التحالف الدولي يناشد دورا فاعلا للعشائر السنة في مواجهة تنظيم الدولة، ومحكمة الجنايات المركزية في بغداد تصدر حكما بإعدام النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي ينتمي لعشيرة بوعلوان في الأنبار، المحافظة التي تنشد الحكومة العراقية خلاصها من تمدد تنظيم الدولة. العراق يتخبط ومرحلة المالكي لم تنتهي، ومسألة تسليح العشائر بغرض مواجهة التنظيم لم تحسم. تارة تدخل دهليز التشكيك بنوايا العشائر، وتارة تضيع في متاهة استراتيجية التحالف بقيادة واشنطن. إذا وجهت حكومة بغداد إصبع الاتهام لأبناء العشائر يدان المتهم، ويصبح قاتلا من جماعة التنظيم يجيد استخدام حتى الأسلحة الثقيلة. وعند الحديث عن تسليح العشائر يتم المماطلة حتى بذريعة تدريب أبناء العشائر على استخدام أسلحة خفيفة. العراق يتخبط ومرحلة المالكي تستمر، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يتحدث من عمان عن مرحلة جديدة عناوينها واضحة، لا غمغمة فيها ولا إقصاء ولا تهميش. وفي الأثناء محكمة الجنايات تستفز العشائر وتصدر حكمها، بينما المزاج السني العام مقتنع بأن تصرف قوات المالكي التي اقتحمت اعتصام الرمادي نهاية العام الماضي وأسرت على إثره العلواني كان فتيلا لسخط الأهالي المستمر ودخول تنظيم الدولة وتمدده بلمح البصر في الموصل والأنبار. العراق يتخبط، والرئيس الأمريكي باراك أوباما أكثر، واستراتيجية التحالف كذلك. أما تنظيم الدولة يتمدد ويشن هجوما واسعا على الرمادي ويحاصر المستشارين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد، والعشائر لا تثق كثيرا بواشنطن وبحكومة العبادي، وما حصل لعشيرة البونمر على يد التنظيم درس قاس لن تتخطاه باقي العشائر دون عبرة. لكن يبقى السؤال، العراق إلى أين؟ قراءة في الموضوع مع الدكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، ينضم إلينا مباشرة من عمان، وعبد القهار السامرائي نائب عن تحالف القوى الوطنية ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد السامرائي. إذن صدر الحكم بإعدام النائب العلواني، وبالأمس السيد سليم الجبوري يعلن عن مرحلة جديدة لا إقصاء ولا تهميش فيها، واليوم العشائر السنة تؤكد بأن مرحلة المالكي مستمرة ولم تنتهي. المشهد في العراق بماذا ينبئ؟ حقيقة نحن أمس تفاجأنا بخبر إصدار الحكم بالإعدام إلى السيد العلواني. حقيقة هذا يؤشر انتكاسة كبيرة في العمل الأمني والعمل السياسي، مع كون عشيرة السيد العلواني عشيرة كبيرة ضحت كثيرا في الدفاع عن محافظة الأنبار والوقوف بوجه الإرهاب. كذلك العشيرة هي عشيرة سياسية قوية ولها أبعاد كثيرة، هي من وقفت بساحة الاعتصامات ودافعت عن حقوق المكون، وبالتالي يشعرون أنهم لهم حق على الجمهور أن يقف معهم. اليوم الجمهور هو اليوم متعاطف بشكل كبير مع السيد العلواني ومع عشيرة السيد العلواني، وبرزت المواقف الكثيرة. من ضمن هذه المواقف هو تحالف القوى العراقية أصدر يوم أمس بيانا شديد اللهجة وينذر بمخاطر كبيرة في حال استمرت الحكومة على النهج السابق. بالتالي هذا يؤشر إلى مناطق خطيرة، لا سيما نحن نعيش فترة حرجة في محاربة الإرهاب العالمي الذي اجتاح المنطقة وبالأخص في المناطق الغربية الأنبار ومحيط الأنبار، حيث أن هذه المحافظة هي البوابة الغربية للبلد والتي هي امتداد للعاصمة وامتداد للمحافظات الجنوبية بابل وكربلاء.
في لا سامح الله لو حدثت انتكاسة أكبر وانكسار العشائر وابتعادها عن مقاومة المشهد الأمني، بالتالي هذا سوف يهدد المناطق التي ذكرناها، وهذا أيضا سوف يؤشر إلى إمكانية انهيار لربما حتى الدولة في حال إلى تنظيم داعش استطاع الدخول إلى بغداد. لكننا نرى مع الأسف صدور هذا الحكم وكأنه لا مبالاة بالمستقبل الأمني والسياسي للبلد، بالتالي على السياسيين وبخاصة رئاسة الحكومة أن تتخذ الموقف المناسب في حفظ الأمن واحتواء العشائر واحترامها واحترام رموزها الذين من الممكن أن يكونوا مفتاح خير ومن الممكن أن يكونوا يعني صمام أمان في حالة احتوائهم. عكس ذلك نحن لا نعلم إلى أين نذهب والوضع ليس بالسهل. نعم دكتور يحيى الكوبيسي، صدور الحكم على النائب، كذبة تسليح العشائر، التخبط على الساحة العراقية من كل جوانبها، أمام هذا إلى أين يذهب العراق؟ يعني بداية مساء الخير لك الجمهور الكريم ولضيفك من بغداد. يعني المشكلة أنه ليس هناك تغيير حقيقي للسياسات التي أنتجت الأزمة الحالية، بمعنى عندما نتحدث عن القرار الذي صدر يوم أمس عن محكمة الجنايات المركزية بشأن الدكتور أحمد العلواني الشيخ أحمد العلواني، نحن أمام استمرار لسياسة تسييس القضاء، نحن أمام استمرار لسياسة استخدام القضاء كأداة للإقصاء السياسي. هذه المسألة يعني برزت بشكل واضح وأصبحت ظاهرة في زمن المالكي، واليوم يراد إعادة إنتاجها مرة ثانية. المشكلة الأكبر هنا أنه الممثلين السنة سواء كانوا في الحكومة أو في مجلس النواب العراقي حقيقة عاجزين تماما ويعني مصابين بشلل سياسي تام. والدليل على هذا أنه وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها بين المكونات السياسية والتي تشكلت الحكومة بموجبها، ثم البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد العبادي، نحن أمام يعني مرور 3.5 أشهر ولم يتحقق شيء رغم التوقيتات الزمنية، ومع هذا ما زلنا نستمع إلى السيد سليم الجبوري يتحدث عن بداية عصر جديد. المشكلة في العراق أنه لدينا أزمة سياسية، ومن الواضح أنه ليس هناك أي رؤية استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة السياسية. إذا عدت إلى قرار يوم أمس بإعدام الدكتور العلواني، لاحظ التوقيت، يعني عندما يصدر هذا القرار مع بداية أعنف هجوم تجاه الرمادي، وعشيرة البوعلوان هي جزء أساسي من مكونات مدينة الرمادي. ما الرسالة التي يريد إرسالها الحكومة؟ طبعا عندما أتحدث عن الحكومة لأني أعرف تماما أن القضاء في العراق قضاء مسيس وقضاء مهيمن عليه من قبل الحكومة العراقية، وأنه لا يستطيع قاضي في العراق أن يصدر قرارا لا يعني لا تعلم به الحكومة العراقية أو يكون يشكل مفاجأة للحكومة العراقية. لهذا التوقيت يعني أمرين، الأمر الأول أنه من الواضح أنه هناك استراتيجية لدى بعض الأطراف داخل الحكومة العراقية تريد فرض الأمر الواقع على السنة العرب، بمعنى ليس هناك أي إصلاح سياسي، لا تنتظروا شيء من الحكومة، أمامكم واحد من خيارين، أما مقاتلة داعش أو ترك داعش تحت مناطقكم، لا خيار ثالث. القضية الأخرى، لكن دكتور كوبيسي، الحكومة أيضا يعني تعتمد المقاربة الأمنية. هناك نقطة مهمة الآن، عندما تطالب الحكومة بتدخل بري ضد تنظيم الدولة، يعني أليست المشكلة أساسا في كيفية تعاطي الحكومة العراقية مع تنظيم الدولة، وأنها تدفع بالعشائر السنية في العراق، تدفع بالمكونات العراقية إلى مواجهة التنظيم؟ لا نحن قلنا منذ البداية أنه هذه مقاربة ناقصة. يعني الخطوة الأولى هي استعادة ثقة الجمهور في هذه المناطق ببغداد، بمعنى استعادة ثقتها بالحكومة العراقية، استعادة ثقتها بالقوات المسلحة العراقية، استعادة ثقتها بالقوات الأمنية العراقية، استعادة ثقتها بالقضاء العراقي وما إلى ذلك. ولكن هذه هي المقاربة السياسية التي تشكل البداية لمواجهة داعش.
من الواضح أن الحكومة تتنصل على التزاماتها، ومن الواضح أن الممثلين السنة ليس لا حول لهم ولا قوة، وسيبقى يعني كما كان الأمر مع العراقية وكان كما كان الأمر مع التوافق، سيضطروا للقبول بسياسة الأمر الواقع ونستمر على هذه الحالة. نعم، أعود إليك سيد عبد القاهر السامرائي، يعني هل بالنسبة للمناطق السنية، بالنسبة للعشائر السنية في العراق، يعني هل ما زالت الآن هناك إمكانية لبناء ثقة، التعاطي مع الحكومة العراقية بثقة؟ حقيقة المشكلة ذات شقين، مشكلة مع الحكومة ومشكلة مع من يتحكم في القرارات السياسية والقرارات الأمنية معا. الحكومة اليوم في حلتها الجديدة نحن نلمس منها نوايا للإصلاح، لكن يبدو أن القرار السياسي والقرار الأمني هو ليس حصيلة استراتيجية الحكومة التي تفاءلنا في البداية بأنها قادمة إلى مرحلة كبيرة من الإصلاح. بعد انهيار القوات الأمنية الجيش في الموصل وانسحابها، هذا الانهيار على المحافظات الوسط وشمال بغداد، هذا أدى بالنتيجة أن لا تكون هنالك سلطة مركزية للدولة على الوضع الأمني. بالتالي من يتحكم في الوضع الأمني هو من يستطيع بناء قوة استراتيجية وقوة أمنية قابلة للحركة وقابلة لصناعة جهد سياسي ممكن أن يبنى عليه رأي، ممكن أن يخدم هذه المنطقة وعشائرها أو تلك المنطقة ونفوذها. لكن سيد سامرائي، هنا ألا تعتقد بأنكم تتحملون مسؤولية كبيرة لأنكم فقط تفاءلتم بالحكومة الجديدة؟ هو طبعا ليس فقط تفاؤل، ونحن لازلنا متفائلين بجملة المبادئ التي اتفقنا عليها، ولكن هذا التفاؤل هو بالنتيجة يجب أن ينعكس على الواقع. اليوم الواقع وبناء الواقع يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الجميع. نحن نرى أن الحشد الشعبي شكل باسم المرجعية، وتم بناء قوة عسكرية وقوة أمنية استطاعت لحد ما أن توقف حركة داعش لبغداد وجنوب بغداد وبعض المناطق في ديالة. ولكن من يستطيع تحرير هذه المناطق الغربية هو العشائر وقوة هذه العشائر. لا، تحرير المناطق الغربية بالعشائر وقوة العشائر، ولكن هناك من يرى، من يقول سيد سامرائي، بأن المناطق السنية، الأهالي السنة وجدوا المنظومة الأمنية في تنظيم الدولة، كيف تعلق على هذا؟ لا، اليوم المنظومة الأمنية هي ليست منظومة أمنية متكاملة ولا بنسبة 25%. اليوم المنظومة الأمنية هي منظومة محلية، من يستطيع بناء قوة ويجهز هذه القوة بالتالي هو يستطيع مسك الأرض. واليوم سبب الاتفاق السياسي مع الحكومة وبناء حكومة هو الاعتماد على الشراكة الدولية في دعم هذه المناطق. ولكننا مع الأسف نرى الأشقاء العرب والشركاء في محاربة الإرهاب لا يدعمون هذه المناطق، لا بالتسليح ولا بالتجهيز ولا بالدعم حتى اللوجستي الذي ممكن أن يؤمن مصير مستقبل هذه المناطق. اليوم يجب أن لا نعتمد على البقية الباقية من القوات الأمنية، وهذه بقية ليست قوية ولا تستطيع مواجهة الإرهاب. من يستطيع مواجهة الإرهاب هم أبناء المناطق في مقدار الاستجابة الدولية لهذه المناطق ودعمها في تشكيل الحرس الوطني وفي تشكيل وتدريب وتسليح هذه المناطق بالقوات التي من الممكن أن تنبثق من أبنائهم، ولكن بتسليح دولي وبتدريب دولي لكي نبني توازن حقيقي ضد الإرهاب وتوازن حقيقي في بناء السلطة داخل البلد. واضح سيد سامرائي، لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، دعني أذهب إلى الدكتور يحيى الكوبيسي. دكتور كوبيسي، أمام كذبة تسليح العشائر، التعامل مع الأوضاع في الأنبار برأيك كيف سيكون، خاصة وأن العشائر استوقفها درس قاسي جدا حقيقة، وهو ما حصل لعشيرة البونمر؟ يعني فقط تعليقين بسيطين على ما قاله ضيفك من بغداد الأستاذ عبد القهار. يعني الحقيقة لا أفهم ما الذي يعنيه عندما يتحدث عن حكومة ويتحدث عن
قرار سياسي وأمني. إذا 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 كان السيد عبد القهار ومن خلفه اتحاد القوى الوطنية مؤمن بهذه الحقيقة، لماذا اشترك في هذه الحكومة؟ إذا كان يؤمن أنه السيد وزير الدفاع لا يستطيع أن يقرر شيئا، لماذا رشحه وزير الدفاع؟ يعني هذا سؤال فقط. القضية الثانية أنه أين المقاربة السياسية في حديث السيد عبد القهار؟ يعني كل ما تحدث عنه هو المقاربة الأمنية، والمقاربة السياسية كأنها يعني تأتي أو لا تأتي لا معنى لها. يعني لدينا مشكلة هنا في الرؤية. لكن سأجيب عن سؤالك. أولا، من هي العشائر؟ العشائر في العراق بنية اجتماعية وليست بنية سياسية، وبالتالي ليس باستطاعة أحد أن يحول العشيرة إلى لواء عسكري أو فرقة عسكرية. من سيقود؟ ما هي تراتبية القيادة؟ الموضوع هنا معقد جدا. السؤال الثاني، ما هو الإطار القانوني لدخول أبناء العشائر في مواجهة مسلحة؟ بمعنى، ما الإطار القانوني لتسليحهم أولا؟ ما الإطار القانوني للعمليات التي سيقوم بها؟ ما هي طبيعة المهام؟ ما هي الضمانات؟ يعني من الواضح أنه النخبة السنية في الدولة العراقية سواء في المجلس النواب وفي الوزارة العراقية ليست لديها رؤية حقيقية لما يجب أن يكون. تسليح العشائر يجب أن يكون نتيجة لمعالجة سياسية، ويجب أن تكون نتيجة لإطار قانوني واضح وضمانات واضحة. يعني الرمي بأبناء العشائر إلى مواجهة مسلحة من دون إطار قانوني واضح ومن دون ضمانات واضحة سيكرر تجربة الصحوات التي لا أحد يريد تكرارها. بمعنى واضح. عندما تحولت الصحوات في نهاية دكتور الأمر يحيى الكوبيسي. انتهى وقتي. حكومة السيد المالكي. انتهى وقتي، عذرا على المقاطعة. شكرا لك دكتور يحيى الكوبيسي، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كنت معي من عمان مباشرة. وشكرا لعبد القهار السمرائي نائب عن تحالف القوى الوطنية، كان معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا لكم مشاهدينا، ختم هذه الحلقة من تفاصيل، في أمان الله.